قامت مسارح الأرصاد الجوية يوم الخميس بتمديد النشرية الخاصة التي أصدرناها يوم الأربعاء 20 مارس على الساعة 3 مساء فيما يخص تساقط الأمطار بالولايات التالية: قلمة، سقهراس، طارف، عنابة، سكيكدا، جيجل، بجاية، نيلة، قسنطينة، أمبواقي، خنشلة، باتنا وتمسة. وهذه النشرية تبقى مدة صلاحيتها تستمر إلى غاية صبيحة يوم الجمعة 22 مارس على 6 صباح. كمية الأمطار المتوقعة قد تصل إلى 80 ملم، وهذا طيلة مدة صلاحية النشرية، غير أنه يمكن أن تصل إلى 120 ملم على كل الولاية طارف، عنابة، سكيكدا، جيجل وبجاية. كما قمنا بإصدار نشرية جوية خاصة تفيد تساقط أمطار على الولايات التالية: تيزي وزو، بومرداس، جزائر العاصمة، بليدة، تيبازا، ندية، عين دفلة، بويرة، برج بوريريج وسطيف. صلاحية النشرية بالولايات المذكورة ستكون بداية من منتصف نهار يوم الخميس 21 مارس إلى غاية منتصف يوم الجمعة 22 مارس، وكمية الأمطار المتوقعة تتعدى 50 ملم طيلة صلاحية النشرية.